حضرتك بألف خير يا رب. دايما كده نقول انه من الوقت للتاني لابد ان يكون لينا وقفة مع النفس ونعمل كشف حساب ومراجعة لكل افعالنا، ايه اللي احنا عملناه ممكن يكون بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، ايه الصح اللي عملناه ونكمل فيه، والغلط اللي لابد اننا نرجع ونقول نقطة ومن اول السطر. ازاي تبقى بداية السنة الهجرية الجديدة هي وقفة مع النفس ومراجعة النفس في اخطاء. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. دائما المواسم بداية انطلاقة للنفس لإصلاح عيوبها، ويعني بيان اعوجاج ما وقعت فيه في الأيام الخالية السابقة. والحقيقة احنا لو قلنا كل سنة نقف، هو احنا كده طولنا المدة طبعا. بطريقة كبيرة قوي، لأن الأصل إنك تقف مع نفسك قبل ما تنام كل يوم. الصالحون كانوا يفعلون ذلك. الإنسان قبل ما ينام أكيد بيدور في ذهنه، إن كان تاجرا إن كان عاملا إن كان صاحب مش عارف إيه، يقعد يحسب كده في دماغه هو كسب إيه، هو خسر إيه، الصفقة عملت إيه. دائما دائما مشغولين احنا بهذا، وده مش عيب، ولكن العيب ان ده يشغلنا عن شيء مهم قوي، يشغلنا عن محاسبة النفس مع الناس ومع الخالق، ومع الخالق سبحانه وتعالى، مع الخالق ومع الناس. يعني ايه مع الخالق ومع الناس؟ الانسان لازم يعرف ان للخالق عليه حقوقا. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول ان كل الاشياء التي فرضها الله على الانسان افعل ولا تفعل لابد ان تقف فيها مع نفسك، انا عملت ايه وما عملتش ايه. انا هقول اربع ايات مهمين قوي او ثلاث ايات مهمين قوي في بيان ان القران ما سبناش كده مع نفسنا دون أن نحاسبها. لا، ليه؟ لأن القرآن الكريم كشف الستار عن النفس الإنسانية، ما سابهاش، وبين عيوبها وبين طيبها أو أطيبها. طيب العيب علشان أتجنبه، والطيب علشان أنميه. وليه القرآن كشف الستار عن النفس الإنسانية، بيّنها كده وبين عيوبها؟ عشان أنا ما أفضلش أعمل غلط وأعمل غلط وأعمل غلط وأنا مفكر إن أنا بعمل صح. أنا عمال نفسي ممشياني وماشي وراها وأنا ماشي وراها وما عنديش حد ينبهني عليها. لا، خلي بالك، ده القرآن نبهك عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا عليها. ونجد كده في آيات من القرآن الكريم قالت لك خلي بالك وبص في عملك قبل ما تقدمه لربك. أنا أقف كده بس عن ثلاث آيات مهمين قوي نخليهم منهج في حياتنا. لما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، قال ده أنا مأمور بشيء، ده أنا مأمور بإني أنا أبص قبل ما العمل يذهب إلى الله أصلا. يبقى أنا قبل ما أقول أنا هعمل لازم أقف وقفة، أنا ليه هعمل؟ لماذا سأفعل هذا الفعل؟ طب أنا عملته على أي وجه عملته؟ لذلك قالوا محاسبة النفس على درجتين، درجة لما أجي أعمل أنا هعمله ليه؟ ودرجة لما أعمله أنا عملته ليه وإزاي؟ إحنا بنغفل عن هذا. بنطر احد الصالحين الامام الذهبي، والله في ذهني الان في ترجمه يحيى بن يحيى، وكان اماما جليلا، تعاطى دواء، خد دواء كده، فمراته قالت له انت خدت دواء ما تتمشى في البيت شويه، وبعدين قال لها منذ 40 سنه لم اصنع شيئا ولم احاسب نفسي عليه، ما عملش اي حاجه الا وحاسب نفسه عليه وفكرت الآن لماذا سأقوم وأمشي؟ قبل ما همشي أنا همشي ليه؟ يعني قبل ذلك هم كانوا بيحسبوا
الحركة. أنا ليه هتحرك؟ حركته دي هتفيد في إيه أو هتضر في إيه؟ عشان إحنا لما نقول المناسبة مع الهجرة، الهجرة هي حركة بدن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هي حركة قلب وبدن مع بعض. توقفت حركة البدن الآن، من محدش خلاص الهجرة انتهت، تظل حركة القلب. حضرتك تقصد هجرة قلب اللي هي بالضبط. هجرة المعاصي، هجرة هوى النفس، هجرة الحرام، هجرة العيوب اللي احنا عايشين كل فيها، كل شيء ممكن يكون بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وكل بني آدم أعلم بنفسه بالضبط. فده اللي أنا عايز أوصل ليه بس من خلال آيات القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوفي كمان القرآن يقول لك ما قدمت، هي وبعدين يقول لك لغد، ليه؟ يوم القيامة، لبكرة انت قدمت ايه؟ يعني معنى ذلك انك لابد ان تنظر في العمل قبل ان يذهب الى صاحب العمل. ما تستناش، ده القرآن الكريم قال لك انظر في عملك قبل ان تقف بين يدي الله ويسألك انت ليه عملت كده. كان سيدنا الاحنف بن قيس كان يجي كده بالليل كده ويروح حاطط ايده على الشمعة يقرب صباعه كده ويقول حس، يعني سخنة، يعني حس بلسعة، يضع حس ثم يقول كأنه يتذكر النار، عقاب ربنا. عقاب ربنا إن كانت شمعة أنت مش قادر تتحمل سخونة الشمعة، مفيش ثانية أو اتنين، فبتشيل إيدك ثم يقول يا أحنف، يخاطب نفسه، ما الذي حملك على فعل كذا يوم كذا؟ وما الذي حملك على فعل كذا يوم كذا؟ ويفضل كده يحاسب نفسه ويعاتب نفسه. يعني عتاب النفس يأتي بالنجاح. لذلك لا تجدين أبدا فاشلا، لا تجدي فاشلا في حياته أبدا آل على نفسه أن يحاسب نفسه. الفاشل دايما ما بيحاسبش نفسه. ودائما الناجح لابد أن يحاسب نفسه.